جوهور، الولاية الواقعة في أقصى جنوب ماليزيا. سقوط ملقا بيد البرتغاليين في القرن السادس عشر كان مصيبة عادت بالفائدة على جوهور. أول مملكة ملاوية مسلمة نشأت هنا في موار في جوهور بعد سقوط ملقا عام 1511. هذا نهر موار، إنه بمثابة طريق الهرب للملاويين من المحتل البرتغالي. على ضفافه كان بارامسوارا مؤسس ملقا يقيم قبل انتقاله إلى الشمال. عند سماعهم بنية أعضاء الأسرة المالكة الفارين إقامة إمبراطورية جديدة، شن البرتغاليون بسرعة هجوما على بندر مهاراني، وهو الاسم القديم لموار. كانت هذه أول سلسلة من المعارك في جوهر في الحرب الطويلة الأمد ضد المحتلين. كان البرتغاليون في منتهى القوة. مرة أخرى اضطرت القوات الملكية المتقهقرة إلى التراجع والتوغل براً. قد ينظر إلى الخسارة على أنها وصمة عار في تاريخ السلطنة الملاوية، لكنها عادت بفائدة عظيمة، فالقوات الملكية انسحبت فيما بعد إلى باغو. وفي باغو تم تأسيس مملكة مالوية مسلمة جديدة. في ظل الاحتلال البرتغالي عجزت ملقا عن استعادة مجدها السابق. وجهة الانسحاب للملاويين كان إلى مكان يعرف اليوم باسم كامبونغ راجا. عند نقطة التقاطع بين نهري باغو وموار شيدت القوات حصنا مؤقتا في كامبونغ بيروهول لعرقلة تقدم القوات البرتغالية. اليوم هذا الجزء أعلن من قبل ولاية جوهر عن اعتباره موقعا تاريخيا هاما. هنا توجد أطلال الحصن الذي بني عام 1488 وكان فرعا من إدارة ملقا. عثمان عبد الحميد إمام من أبناء المنطقة يعيد سرد تاريخ الحرب والذي تناقلته الأجيال جيلا إثر جيل. جاءوا من ملقا وانسحبوا إلى هنا هربا من هجوم البرتغاليين. هذا السبب دفعهم إلى بناء الحصن. هذا هو سبب وجود الأطلال هنا. عندما وصلوا خاضوا معركة في بادئ الأمر، وعندما انتقلوا إلى أعالي النهر ذهبوا إلى كامبونغ راجا. انظر إلى هذه الأطلال، دليل آخر على المعارك. اليوم زاد اندثار الحصن بشكل كبير وفعل الزمن فعله في جدرانه. كان تكتيكا يهدف إلى التأخير بالنسبة للمسلمين الذين انسحبوا إلى هنا، وإلا فإن القوات البرتغالية كانت ستتقدم إلى كامبونغ راجا. المعارك التي دارت هنا كانت تتمة لتلك التي دارت عند منبع نهر موار. البرتغاليون تعقبوا الجنود المسلمين الذين كانوا ينسحبون إلى كامبونغ راجا في أعالي النهر. لحسن الحظ لم تتمكن القوات البرتغالية من الاستيلاء على الحصن. في النهاية اعترفوا بالهزيمة وعادوا إلى ملقا. مع ذلك فإن الجانبين خسرا الكثير في الحرب. الجنود المسلمون توجهوا بأمان فيما بعد إلى غايتهم، حصن كامبونغ راجا. تقع كامبونغ راجا على مسافة آمنة تبلغ نحو 12 كيلومترا من حصن بيروهول. قبل احتلال البرتغاليين لملقا بوقت طويل تأسس فرع من إمبراطورية ملقا هنا. أسسه السلطان علاء الدين ريايات شاه، السلطان الرابع في ذرية ملقا الملكية. كان هذا أول انتقال لإمبراطورية ملقا إلى جوهر. في موقع هذا المسجد ركز السلطان علاء الدين حكمه.
عاش ومات على قطعة الأرض هذه. بجانب المسجد يقع مدفن الأسرة المالكة. عرف السلطان بالعدل، سار على خطى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ كان يتجول ليلا ويقبض بنفسه على المجرمين. كان أيضا أول سلطان يطبق القانون الجنائي الإسلامي في ملقا. هنا يرقد الحاكم وزوجته. لاحقا وقع اختيار أخيه السلطان محمود على الحصن عند انسحابه من ملقا. من ثم أصبحت جوهر إمبراطورية إسلامية لها نفوذ كبير في منطقة الملايو. وهكذا نشأ المثل الملاوي القائل: مصيبة ملقا عند جوهر فائدة. مضايق تيبراو فصلت ماليزيا عن سنغافورة. بعد 11 عاما على سقوط ملقا، انطلقت السلطنة في باغو إلى هذا الموقع الاستراتيجي عند مضايق تيبراو، والذي يعرف باسم أوجونغ تانا. المضايق أصبحت أنشطة من أي وقت مضى. الدعاة المسلمون والتجار أبحروا من وإلى المضايق، تماما مثل ما كانوا يفعلون قبل عقود في ملقا. في ذلك الوقت اشتهر المالاويون ببراعتهم في الإبحار. هنا في أوجونغ تانا كان عليهم أن يبدأوا من جديد بإثبات براعتهم الفائقة في مجال التجارة العالمية. كانت المقاطعة أرض الاختبار لقدرتهم على إنشاء حضارة جديدة توازي ملقا مكانة. بين هذه الشجيرات ألف المؤرخ المالوي تان سيري لانانغ كتابه الموسوم التاريخ المالوي، الذي هو الكتاب الأكثر رواجا في الوقت الحاضر عند الإشارة إلى التاريخ الماليزي الحديث. في وقت قصير أصبحت أوجونغ تانا مركزا شهيرا للتجارة العالمية، فاقت شهرته تلك التي لملقا. هذا جزء من أطلال حصن جوهر القديم. صنعت المتاريس من طبقات إسمنتية مغطاة بالتراب. في النهاية في هذا المكان استمر حكم سلطنة ملقا الملاوية بعد السقوط المأساوي. بعد عام 1520 سيطرت أوجونغ تانا على التجارة في هذه المنطقة. اختار السلطان هذه المقاطعة لتكون عاصمة ملكه. تحولت المنطقة إلى مستوطنة أكثر نجاحاً ومركزاً تجارياً. مع تطور أوجونغ تانا بدأت ملقا تفقد مكانتها في عالم التجارة، وأصبحت مجرد مركز أمني. تبعد جوهر القديمة 16 كيلومتراً عن منبع نهر جوهر. إمبراطورية جوهر في أوجونغ تانا بسطت نفوذها لاحقاً على بضع ولايات في شبه جزيرة الملايو وسومطرة. البرتغاليون الذين كانوا ينظرون بعين الحسد إلى النجاح الذي حققته أوجونغ تانا هاجموا في النهاية حصن جوهر القديم عام 1535. في 130 سنة من الاحتلال البرتغالي لملقا قاموا بشن ما لا يقل عن 10 هجمات. كانوا عازمين على محو كل آثار الهيمنة المالوية الناجحة على مجال التجارة. خلال واحدة من هجماتهم أحرق الحصن ولم تنجو من الحريق بوصة واحدة. كان البرتغاليون متفوقين في المعارك فقط لأنهم كانوا يملكون أسلحة أفضل، ومع ذلك فإنهم لم يتمكنوا ولو لمرة من الهيمنة على التجارة، وهو ما كانوا يتوقون إليه. كلما سقط حصن مالاوي كانوا سيبنون حصنا جديدا مكانه. واصل البرتغاليون تقدمهم، ومع ذلك فإنهم لم يربحوا كل المعارك. السلطنة المالوية كانت المسيطرة، وذلك من خلال نقل عاصمتها من مقاطعة إلى أخرى على طول نهر جوهر. هذه الاستراتيجية نجحت في جعل النفوذ البرتغالي مقتصرا على ملقا،
من عام 1511 وحتى عام 1699 انتقلت عاصمة جوهر 20 مرة. بدءا بجوهر القديمة انتقلت العواصم إلى أعالي النهر. العاصمة التي كانت في مقام توحيد نجحت في صد وإحباط بضع هجمات شنها البرتغاليون. سلطنة جوهر قامت أيضاً بجعل رياو مركزاً إدارياً لموقعها الاستراتيجي. بالانتقال أصبح أوجونغ تانا ورياو المركزين التجاريين الرئيسيين في منطقة الملايو في القرنين 16 و17. المراكز التجارية الواقعة على طول نهر جوهر أصبحت فيما بعد مرافئة إضافية. إمبراطورية جوهر رياو لينغي أسست عام 1530 وغطت مساحات شاسعة من الأرض. انتقال السلطنة إلى كوتا تينغي كان مصحوباً بالكوارث بهذا العمل الذي رافقه سقوط الإمبراطورية. 10 قرون من الهيمنة المالوية على مجال التجارة بدأت بالانهيار. سقوط الحكم الملكي في ملقا حدث هنا في كوتا تينغي في جوهر. السلطان محمود كان آخر المنحدرين من سلطنة ملقا، بينما كان في طريقه إلى المسجد طعن وقتل بيد ميغات سيري راما انتقاما لإعدام زوجته الحامل لمجرد إقدامها على أكل حبة فاكهة من الحديقة الملكية. كانت تلك أول حالة خيانة خلال حكم السلطنة المالوية. موت السلطان محمود وضع في النهاية خاتمة للسلطنة المالاقية العظيمة. هنا في هذا المسجد يرقد جثمان السلطان. تلك لم تكن النهاية، فقد قام نبيل محلي يدعى بندارا سيري مهراجة بإعادة تأسيس سلطنة جوهر جديدة عام 1699. في منتصف القرن 19 انتقلت سلطنة جوهر إلى مضايق تبراو حيث أسست إدارتها. بعد إعادة تأسيس الدولة الملكية تم تشييد مسجد السلطان أبو بكر عام 1866، كان رمزاً للعلاقة الوثيقة بين القصر والدين. العاصمة الحالية لولاية جوهر هي جوهر بارو، عرفت باسم تانجونغ بوتيري. كانت مليئة بالشجيرات والآجام قبل عام 1866. مسجد أبو بكر أحد المعالم الشهيرة في جوهر بارو، شيد عام 1900. معماري مسلم مهندس مسلم اشتركا في وضع التصميم كإشارة لحرية أبناء الملايو في النأي بأنفسهم عن النفوذ الإنجليزي. المآذن الأربعة تشبه الموجودة في الشرق الأوسط، في حين يبدو جلياً الأصل الأوروبي للقبة المربعة. بالرغم من فشل البريطانيين في بسط هيمنتهم على حكام جوهر، فقد كانوا قانعين بما كسبوه من جزيرة سنغافورة. عام 1819 أصبحت مضايق تبراو الحدود التي تفصل جوهر عن سنغافورة. الاحتلال الإنجليزي لسنغافورة أنهى 10 قرون من الهيمنة المالوية على مجال التجارة في هذه المنطقة، إذ أصبحت ملكاً للإنجليز بعد توقيع اتفاقية بين سلطان جوهر ورافلز عام 1819. اليوم سكان سنغافورة 3 ملايين نسمة، يشكل الصينيون 77% منهم،
حيث كانت السياسة الإنجليزية تقضي بجلب المهاجرين الصينيين لإدارة أعمال الإنجليز التجارية. مع ذلك استمر التجار المسلمون من الأراضي العربية والهند بالتدفق عليها والاستقرار فيها. هذا المعلم بالتحديد يعبر عن الدور الذي لعبه التجار المسلمون في تأسيس مركز تجاري في سنغافورة قبل عقود من الزمن. عندما تولى الإنجليز مقاليد الأمور كانت هذه المستوطنة الرئيسة للمسلمين. مسجد السلطان أحد 32 صرحا تاريخيا تمت المحافظة عليها. شيد المسجد عام 1925، تم الانتهاء منه بعد 3 أعوام. قبل 100 عام قام هنا مسجد آخر بتصميم مالاقي، أول مسجد في سنغافورة بناه السلطان بدر السلام شاه عام 1722، سمي نسبة إلى السلطان حسين شاه آخر السلاطين قبل سيطرة الإنجليز عام 1819. كان تقليداً متبعاً في سنغافورة أن يتم جمع دولار واحد شهرياً من كل مسلم لبناء المسجد. عندما أسس مجلس سنغافورة الإسلامي عام 1968 تبنى نفس التقليد وبنى ببناء مساجد جديدة باستخدام الاعتماد المالي. خلال 19 عاماً تم جمع 58 مليون دولار، استخدم المبلغ في بناء 16 مسجداً. يوجد اليوم 76 مسجداً في كل أنحاء سنغافورة. مسجد السلطان أكبرها مساحة، أصبح المسجد الوطني. كلف بناؤه 200,000 دولار، يسع ل5,000 مصل في وقت واحد. المبنى الإضافي المجاور له تم استخدامه عام 1993، كلف بناؤه 4 ملايين دولار إضافية. بجانب المسجد يقع قصر غلام، شيد عام 1840 بواسطة السلطان علي إسكندر شاه ابن السلطان حسين شاه. بعد تسليمه سنغافورة للإنجليز ذهب إلى ملقاه، لكن ابنه مكث في سنغافورة. اليوم القصر هو إرث لذريته. كان من بين أوائل المستوطنين هنا التجار الهنود المسلمون الذين جاءوا من مالابار في الهند. اتحاد مسلمي مالابار تأسس عام 1929. التجار العرب قاموا بما هو أكثر من مجرد الاتجار هنا، فقد كانوا مسؤولين عن نمو الإسلام في سنغافورة. أحفاد العرب مثل الحافظ وآل جنيد وآل السقاف كانوا صفوة المجموعات التي جلبت الرخاء لجمهورية سنغافورة. هذه الكلية الدينية أسسها محمد أحمد السقاف، واحدة من 6 مدارس عربية في سنغافورة توفر التعليم من الصفوف الابتدائية إلى صفوف ما قبل الجامعة. المؤسس أوجد أيضاً صندوق الائتمان الإسلامي عام 1904 لتطوير البرامج التعليمية وإنعاش أحوال المسلمين 54,000 نسمة. هذه المجموعات الصغيرة قامت أيضاً وعلى نحو هائل بتكريس أملاكها في سبيل خدمة الأغراض الدينية. اليوم يشرف المجلس على إدارة كل هذه الأملاك كالمدارس والأراضي والمساجد والمتاجر التي تساوي قيمتها أكثر من 50 مليون دولار سنغافوري. في هذه المدرسة تعليم الكمبيوتر إلزامي في الصفوف الثانوية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذة.
خريجو هذه المدرسة سيكملون تعليمهم في جامعة كوالالمبور أو جامعة الأزهر في مصر، بتأسيس مجلس التنمية الإسلامية في سنغافورة عام 1981 أصبح للمسلمين فرص أفضل للتعليم في سنغافورة. نسبة المسلمين الذين يشغلون وظائف حرفية وتقنية ارتفع إلى 10%. هناك 3000 طالب يدرسون الآن في المدارس الدينية الست في جمهورية سنغافورة. لولا الجهود التي بذلها المسلمون قبل عقود لما تحقق كل هذا. لحرية ممارسة الشعائر الدينية وحماس الجيل الجديد من المسلمين سيواصل الإسلام ازدهاره هنا في جزيرة سنغافورة.